ما هو غاز الضحك؟ غاز الضحك هو أكسيد النيتروز، ويسمى أيضا بأول أكسيد النيتروجين، وهو أحيد أحد أكاسيد النيتروجين العديدة، كما أنه عديم اللون، له رائحة لطيفة ومذاق حلو، ويسبب استنشاقه عدم الشعور بالألم مسبوقا بحالة هستيريا خفيفة تترافق مع حالة من الضحك في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أن استنشاق كميات صغيرة منه يسبب تأثيرا قصيرا من البهجة، حيث استخدم كعقار ترويجي أدى إلى الإدمان في بعض الأحيان. يستخدم أكسيد النيتروز كمخدر طبي ومسكن للمريض، يسبب فقدان الاتصال بكل أحاسيس الألم وفقدان الوعي غالبا. ويعتبر أكسيد النيتروز المخدر الأول المستنشق في مهنة الطب في جميع أنحاء العالم، كما يستخدم في عيادات أطباء الأسنان في الولايات المتحدة، ولكنه يعد عادة كمسكن للألم أثناء الولادة في أوروبا وكندا وأستراليا، إضافة إلى أن الأطباء يستخدمونه في الحالات الطارئة لتخفيف الآلام بشكل سريع خلال مجموعة متنوعة من الحالات الطبية مثل النوبات القلبية والحروق الشديدة وحصى الكلى والكسور والخلع. يستخدم غاز الضحك كمادة مضافة إلى الوقود في سباق السيارات، حيث يساعد على تحسين أداء المحرك، فالأكسجين من الأمور الضرورية لاشتعال الوقود، وعند تسخين أكسيد النيتروز إلى درجة حرارة 300 درجة مئوية ينقسم إلى النيتروجين والأكسجين، مما يرفع مستويات الأكسجين وبالتالي يزداد حرق الوقود. تم تحديد أكسيد النيتروز لأول مرة من قبل جوزيف بريستلي في سنة 1772، وبعد سنوات في أواخر التسعينيات من القرن الثامن عشر بدأ الكيميائي البريطاني هنفري ديفي بتجريب آثار استنشاق غاز أكسيد النيتروز، وأشار إلى آثاره المبهجة، خاصة الطريقة التي جعلته يريد الضحك، مما أعطاه لقبه الشعبي وهو غاز الضحك. وقد نشر ديفي النتائج التي توصل عليها سنة 1800. يدخل الغاز مجرى الدم عبر الرئتين عند استنشاق أكسيد النيتروز ليصل إلى الدماغ بشكل سريع، حيث يؤدي إلى إطلاق الأفيونات الطبيعية في الجسم والإندروفين والدوبامين، كما يعمل كمخدر من خلال تحقيق الاستقرار في نشاط الخلايا العصبية في الدماغ.